أهلا بكم من جديد. كشفت صحيفة لو موند الفرنسية عن أن باريس بصدد إعادة فتح التحقيقات في ملف فساد حصول قطر على تنظيم بطولة 2022 لكأس العالم، إضافة إلى توسيع دائرة الاتهام لتشمل مقربين من الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهم استغلال النفوذ والفساد. وقالت الصحيفة الفرنسية إن قضاة التحقيق الفرنسيين يحققون في ملف الفيفا وتورط مقربين من ساركوزي في قضية منح قطر حق تنظيم مباريات كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن قضاة التحقيق في الملف تحركوا مجددا بعد فتح مكتب المدعي العام المالي الوطني الفرنسي للتحقيق في الملف وإسناد محققين في القضية حول الشكوك في عملية التصويت لصالح قطر، موضحة أن القضاء الفرنسي يريد سماع شهادة بلاتر الرئيس السابق للفيفا. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا السيد جمال داوود عضو مجلس النواب البحريني السابق من المنامة. سيد جمال، أهلا بك إلى شاشة إكسترا نيوز. يعني ما تداعيات خطوة إعادة فتح التحقيق هذه المرة، خاصة مع تورط بعض المقربين من نيكولا ساركوزي؟ مساء الخير جميعا. أولا أعتقد ما في شك، يعني بس هذا الخبر يؤكد ما نشر سابقا وما تحدثت عنه وسائل الإعلام الأوروبية والأمريكية بشأن موضوع بأن حصول قطر على الموافقة لتنظيم بطولة كأس العالم 2022 فيها نوع من التلاعب في مسألة الحصول على الموافقة من قبل المسؤولين المعنيين في سواء فيفا أو الجهات التي تنظم هذه البطولة. فأعتقد أن يعني هذا الخبر الآن يفتح المجال للمزيد من التحقيق وتثبيت المعلومات السابقة وتأكيدا بأن تنظيم البطولة لم يكن وفقا للإجراءات القانونية السليمة، وأنما كان هناك تلاعب وهناك تزوير وهناك تحريف، وهذا يعني يتطلب المزيد من التحقيق الذي الآن اتضح بأن الجهات المعنية في فرنسا هي التي تقوم بمثل هذه الإجراءات، وهذا ما في شك راح يعني يؤكد حقيقة ما نشر من معلومات سابقة في هذا الشأن. طيب نعم. سيد جمال، يعني برأيك ما الرد المنتظر من قطر، أو ربما ما الخطوات التي نتوقع أن تتخذها قطر لتفادي هذه التداعيات؟ ما في شك طبعا، يعني قطر عليها أن تدافع عن يعني أي مثلا سواء كان ينشر إعلاميا لابد أن تقوم بإجراءات تنشر ما يثبت عدم صحة هذه الأخبار التي يتم نشرتها لمود الفرنسية، وبالتالي يتطلب منها أيضا بحث إجراءات القانونية لتوجيه تهم إلى صحيفة لوموند على وجه الخصوص بحيث أنها تحاول تشويه أو نشر أكاذيب إذا كانت هي أكاذيب، وتوجيه اتهام قضائي بحيث تبرر قطر نفسها صحة الأخبار أو نفيها، أو أن يتم التأكيد على أن هذه الأخبار راح تأخذ منحى أبعد مما هي عليها الآن لتفتح أعتقد ملفات قانونية واسعة جدا، لأن فيها اتهامات إلى شخصيات معينة معروفة في لدى السلطة الفرنسية، وبالتالي هذه التحقيقات أيضا ستتطلب من قطر أن هي تقوم أما بنفي ما يقولونه في التحقيق أو أن يتم توجيه اتهام لهم بأنهم أيضا مدفوعين لمثل هذه الإجراءات لتوجيه تهم إلى قطر مباشرة بأن هي يعني اتخذت خطوات غير سليمة وغير صحيحة من أجل فوز لتنظيم هذه البطولة. ولكن سيد جمال، يعني صحيفة لوموند صحيفة يعني ذات ثقل سواء في فرنسا أو في يعني على مستوى العالم، يعني ألا يمكن إذا اتخذت قطر مثل هذا الإجراء ضد لوموند أن ترد لوموند بربما مصادر، ربما ذلك ينقلب على قطر بشكل أو بآخر؟ ولذلك هي طالما أن صحيفة لوموند نشرت هذا الخبر فإذا هناك تبعات كبيرة، المفترض أن تكون تبعات كبيرة، لأن المفترض أن ترد الآن قطر على هذا الموضوع وتبرر مواقفها وتؤكد أو تنفي هذا الخبر أو تبين توضيحا كيف نشر هذا الخبر وعلى أي أساس وماذا صحته. هذا من جانب، طبيعة الحال
اللوموند ستتخذ موقف أيضا مواجه، لأن ستفتح كما يقال تفتح المواجهات بين طرفين، هذا ممكن أن يؤكد وهذا ممكن أن ينفي، وبالتالي المسألة ستكون لها تداعيات كبيرة جدا. على أساسها نعتقد بأن تشكل قضايا قانونية، يعني بمعنى تفتح ملفات قانونية، ويكون هناك طبعا دعوة من قبل الجهات التي هي كجهات رسمية تتبنى هذا الموضوع، خاصة أن طرف فيها اللوموند الفرنسية. فأعتقد أن المسألة ستكون لها أبعاد واسعة وكبيرة، ما لن يتم تدارك هذا الموضوع بأساليب سياسية أخرى. طيب، شهادة جوزيف بلاتر يعني كيف تغير من المعادلة في الموقف القطري؟ هي ليست تغيير معادلات أو أمرها القبلي، هي تأكيد. يعني أنا أعتقد بأن الأمور التي نشرت سابقا أثارت كثيرا من التساؤلات، وبالتالي يعني بطبيعة الحال هناك من هم لهم مصلحة بأن يعني يبررون مواقف قطر ويعني يفندون ما نشر بخصوص مثل هذا الموضوع. وأما الجهات التي يرون بأهمية قانونية الإجراءات في سواء كانت في التنظيم أو عدم التنظيم، ينظرون بأن يكون القانون يأخذ مجرى وتتم الأمور وفقا للإجراءات القانونية الصحيحة. فالمسألة نعتقد أنها راح تأخذ أبعاد كبيرة جدا في الفترة القادمة القريبة. طيب، هذا فيما يتعلق بملف الفيفا وتنظيم هذه البطولة. دعنا ننتقل إلى نقطة يعني الضغوط المتزايدة على قطر وتضييق الخناق عليها في مسألة دعمها للإرهاب. هل يمكن أن تشهد الفترة القادمة ربما نقل قطر حتى لو بشكل صوري لدعمها للإرهاب ربما إلى أرضية أخرى، على سبيل المثال الشرق الأقصى، كما شهدنا في قمة كوالالمبور على سبيل المثال؟ الآن يعني المسائل ذات العلاقة بالعلاقات مع قطر هي أنا أعتقد ستبقى على ما هي عليه، وبطبيعة الحال يعني هناك محاولات لتدويل هذه القضية وإيجاد منافذ أخرى للانتقال من مرحلة إلى مراحل أبعد مما هو يعني من المنطقة ذاتها. ما زال الوضع أنا أعتقد صعب جدا، وما زالت الأمور في عقدتها تتعقد يوما عن يوم وتصعب أكثر، خاصة نحن عندما نلتقي مع يعني العديد من المواطنين القطريين بالخارج نتلمس منهم بأن يعني أوضاعهم يحسفون عليها ويتمنون أن يعني تبادر قطر في الحكومة القطرية بأن تتخذ مواقف إيجابية مع شقائها في المنطقة والوطن العربي حتى ممكن أن تعود الأمور إلى مجاريها الحقيقة الصحيحة. المتوقع أن قطر الآن يعني هي بتبقى على ما هو عليه، ربما تلجأ إلى بعض الأساليب بعقد مؤتمرات هنا وهناك أو الحضور مؤتمرات من أجل إثارة قضيتها التي تعتقد بأنها قضيتها. نعم، إذا أشكرك شكرا جزيلا السيد جمال داوود عضو مجلس النواب البحريني السابق على هذه المداخلة.